جدا سعيدة إني رايحة محافظة خليص وسمعت عنها من أصدقائي، وفرصة حلوة إني أروحها وأتعرف عليها والناس تعرفوا على فننا. وأتمنى إنه بس مش بمحافظة جدة، أتمنى لفنانين جدة الرحلة دي لكل محافظات اللي هم يوصلوا لفننا، وإحنا نتعرف على آثار بلدنا ومناطق بلدنا اللي ما نعرف عنها. سعيدة جدا في زيارة لمحافظة خليص في يوم العلم. كل عام ومملكتي الحبيبة بخير. اليوم إن شاء الله حنبدأ أول رحلة لأول ملتقى تشكيلي لمحافظة خليص برفقة الأصدقاء ومجموعة الفنانين التشكيليين الفنانين والفنانات، وإن شاء الله بإذن الله على خليص.